محمد البداوي. تفضل مكانكم. نعم محمد البداوي. نعم محمد البداوي. يقطع البث. نعم محمد البداوي. خليه يحكي التاريخ. تفضل مكانك. نعم محمد البداوي. نعم محمد البداوي. عاشت ثورة تشرين العظيمة. أنا الشهيد إيهاب الوسدي. عاشت ثورة تشرين. أرفض حكومة المحاصصة. أنا الشهيد إيهاب الوسدي. أرفض حكومة المحاصصة. عاشت ثورة. أنا الشهيدة ريهام يعقوب. أرفض حكومة المحاصصة. مرفوضة. مرفوضة. محاصصة مرفوضة. 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 محاصصة مرفوضة. 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 محاصصة مرفوضة. رجعوا من الشهداء. مرفوضة. مرفوضة. محاصصة مرفوضة. يا الشهيد رجعوا لنا 5000 وعاء. رجعوا لنا صفاء السراي. مرفوضة. عمر سعدون. مرفوضة. إيهاب الوزني. مرفوضة. مرفوضة. على حقوة المحاصصة. محاصصة مرفوضة. 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 محاصصة مرفوضة. 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 محاصصة مرفوضة. 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 رجعوا لنا شهداء تشرين. محاصصة مرفوضة. 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 5000. أنا الشهيد ريام. 5000 معاق. مرفوضة. مرفوضة. هذه الحكومة. كلا. محاصصة مرفوضة. مرفوضة. للمحاصصة. مرفوضة. كلا. محاصصة مرفوضة. 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 محاصصة مرفوضة. المستقلين اللي صعدتوا في دموع الشهداء. لازم المجتمع الدولي يعرف. السيد. لازم يعرف المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لازم يعرف المحاصصة مرفوضة. 20 سنة من المحاصصة. كفاية. كفاية. مرفوضة المحاصصة. سيد الرئيس. مرفوضة المحاصصة. سيد الرئيس أنا مدخل. مرفوضة. هاي سيد الرئيس. سيد الرئيس 2018 و19 ثورة تشرين ظهرت ضد المحاصصة وضد الأحزاب. حاليا شنو سويتوا؟ رجعتوا المحاصصة ورجعتوا الأحزاب. هي كما هي. يا سيد الرئيس شنو سووا شهداء؟ راح الشهداء على خالد بلاش. ما تروح الشهداء له. ورجعوا لنا المعاقين. ورجعوا لنا صفاء الشراي. وعمر سعدون ذيك الساعه يلا تصير حكومه المحاصصه. مرفوضه. مرفوضه. محاصصه مرفوضه. 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 محاصصه مرفوضه. 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 محاصصه مرفوضه. مشكلة حدثت بين إشراقة أو بين تشرين نواب تشرين وبين الإطار. ما الذي حصل بالضبط؟ نعم على ركابي ومن معه من النواب حملوا لافتات وبدأوا يرددون الهتافات داخل قاعة مجلس النواب منددين بآلية اختيار الوزراء ومنددين بآلية تقسيم الوزراء على الكتل السياسية والتي اعتبروها بأنها محاصصة أعيدت من خلال هذه الآلية عمليات التوزيع الوزراء في الحكومات السابقة والتي لم يحصل منها العراق أي شيء. طلب منه السيد محمد الحلبوسي بمنحه مداخلة من خلال هذه الجلسة لكنه استمر بالهتاف ومن بعدها أو من بعدها أوعز السيد محمد الحلبوسي لإبعاد على السيد النائب علاء الركابي من قاعة الجلسة وتحويله إلى لجنة انضباط بغية التحقيق معه بسبب هذا التصرف الذي اعتبره رئيس المجلس بأنه خارج بروتوكول آلية إبداء الآراء داخل الجلسة الرسمية من قبل نواب مجلس أو أعضاء مجلس النواب بشكل عام. أي نائب بحسب النظام الداخلي يجب عليه تقديم طلب لرئاسة المجلس بغية الحصول على مداخلة ومن ثم التحدث. وعلى هذا الأساس أبعد
السيد علاء ركابي من قاعة الجلسة. طيب الآن يا محمد، هل عادت الأجواء كما هي في جلسة البرلمان بعد هذه المشادة ربما الكلامية أو الهتافات التي أطلقها الركابي داخل البرلمان؟ هل عادت الجلسة إلى طبيعتها؟ نعم، الجلسة الآن تسير بشكل طبيعي، لا توجد هنالك مشاكل أخرى تذكر غير هذا الاعتراض الذي أدلى به السيد علاء الركابي. الآن الجلسة تسير بانسيابية طبيعية، الحضور عدد كبير جدا من النواب حضر، تجاوز العدد الرسمي لاكتمال نصاب التصويت على الكابينة الوزارية، بالتالي حتى وإن انسحب 50 نائب وتحدثنا عن أبعد الاحتمالات وانسحب 50 نائب فإن النصاب مستمر ويتم التصويت بشكل طبيعي على الكابينة الوزارية.